دعاء السحر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء السحر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اسم الله البر. والبر هو من أسمائه سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن الكريم في موضع واحد في قوله: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو واسع العطاء دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوف وبالمن والإحسان معروف. تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار سبحانه وتعالى. فاللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك البر، وأنت على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أنزل علينا غيثا بنصر من عندك، ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغث المستضعفين، اللهم أغث المستضعفين، اللهم أغث المستضعفين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا بر يا رحيم، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحاتنا وقراءتنا للقرآن الكريم، وتقبل منا حبك يا رب العالمين، وتقبل منا حبك لنا وحبنا لك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، وأنت البر الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.